السلام عليكم إخوان، تحياتي واحتراماتي لجميع الأصدقاء. هو الطائر حسون، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو هذا درته خاصة بمناسبة عيد الفطر، فعيد مبارك سعيد للإخوان الأصدقاء ديالنا جميعا بدون استثناء. جميع هو الطائر الحسون، هو الترقين طائر الحسون، جميع أصناف الطيور سواء في المغرب سواء خارج المغرب، أصدقاء ديالنا في الجزائر أحييهم تحية كبيرة. شكرا على 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 التواصل ديالكم، فاكتسبنا أصدقاء بزاف من الجزائر. موالي كبار تبارك الله، دراية كبيرة بطائر الحسون، فكنتمنى لهم تهم عيد مبارك سعيد. يتقبل الله منا جميع الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. واحد الاعتذار، اعتذر كثيرا على هذا الغياب الطويل، وخاصة اعتذر الإخوان اللي كانوا كيلحوا عليا انني نعود ندير بعض الحلقات، ولكن لم يسعفني الحظ، فالله غالب. ثم كتعرفوا بانه اخر فيديو ما قمنا به كان في شهر 6 ولا شهر 7 من السنة الماضية، يعني مباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي، اللي قالوا لنا انطلقوا. فانطلقنا أجل تحصيل لقمة العيش، أجل الإنسان عاوتاني يدور العجلة ديال الحياة. ما كانش أمور سهلة، ماشي بالنسبة لي ولكن بزاف ديال الأشخاص اللي كان عندهم مسألة صعبة في ما نقولوا في لورو ديماراج. أتمنوا أنه يفرج علينا كاملين وجميع الإخوان. فهذا هو اللي كان السبب ديال الغياب صراحة. ولكن الحمد لله من محاسن كورونا انني قمت بعدا بهذاك البركه ديال الفيديوهات في اليوتيوب. نتمنى انها تكون نقطة الاستحسان ديال الاخوان. بصراحه انا تفاجات بعض سورتو دي جون اللي ربما انا فحال قلتي غير عطيت بعض الافكار الرئيسيه، ولكن فاجئوني بعض الاخوان اللي اكتسبتهم كاصدقاء جدد من خلال الفيديوهات. فاجئوني هاد الناس انهم وهاد الشباب لي جان انهم عندهم واحد الهاجس، واحد القريحة ديال البحث غريبة جدا. فكنشكرهم لانهم حلوا لي عيني على بعض المسائل اللي صراحة ما تنبهتش ليها من خلال الابحاث ديالي. لذلك الاخوان في الهواية تصنتوا لكل شيء، اي مولوع تصنت ليه شيء، حتى هذاك المولوع اللي بين قوسين كيخربق غير تصنت ليه، لانه الهوايه راه فحال واحد داك البوزل بالفرنسيه اللي فيه قطع وخصك تجمعهم وتقادهم. فمن خلال المسيره ديالك الولائيه دائما انت كتاخذ قطعه من عند هذا قطعه من هذا، وكتحاول في الدماغ ديالك كتقاد هذيك المنظومه ديال الهوايه من خلال التجربه ديالك. كلما كانت عندك واحد التجربه اللي هي طويله، كلما كيكون عندك واحد المنظور اللي هو شامل للهوايه، هواية التلقين بطبيعة الحال، لأن هذا هو الاختصاص ديالنا جميعا. فتحية لهم بزاف، فتحوا لي أنا الشهية على بعض الأمور ديال البحث اللي صراحة باقي واحد فيها. ذاك لقى بعض التناقضات بين ما هو علمي وما هو ممارساتي. بعض الخطرات أنا كنقرا شي حاجة في الابحاث العلميه، ولكن من خلال الممارسه ديالي في هاد السنين في التلقين كتبان لي وانا كتر ربما كنت تكلمت عن المساله ان هاد بعض الابحاث كتحتاج للاراء ديال الممارسه. وهنا عاوتاني دعوه للشباب انهم يحترموا الاخوان اللي قدم منهم، الناس اللي عندهم تجربه واحد السنين ديال الهوايه وديال الممارسه في التلقين، نعطيهم تهم القدر ديالهم، نحترموهم لان عندهم واحد كما نقول واحد لو باجاج لا يستهانوا به. وربما كاين واحد الفئه ما كيسعفاش الحظ ولا توفقش ان توصل المعلومه كما هي، وكتكون واحد شويه ديال الشباب شويه كيجين في الجهد. الاخوان انا عاوتاني نتكلم مع الاخوان القدام، حاولوا رفقا بالشباب، راه حتى حنا دزنا من هذه المرحله، حنا كنا جايين في الجهد وكيبانوا لينا دوك الموالي القدام بحال اللي كيقولنا الاساطير الاولين. فنحاولوا الاخوان شويه نشطوا
يتناد الشباب يوقر الناس القدام، والناس القدام حتى هما يعطفوا على الناس الشباب باش تبقى غادا الهوايه مزيان. وحاجه اخرى وهذا نرجع للشباب، كاين بعض الاخوان اللي شوف الانسان كينضج في الحياه ديالو، واحد المسيره في الحياه ديالك كيكون عندك هناك واحد النضج تدريجي، فضروري خاص الهوايه ديالك حتى تنضج معك. وللاسف انه كاين بعض الناس مثلا اللي كتحسبهم ناضجين في الحياه ديالهم العمليه المهنيه الاسريه، ولكن في الهوايه ديالو كتلقاه باقي بين قوسين احترامات الجميع، كتلقى باقي عند واحد شويه ديال المراهقه الولائيه، وهذا تناقض كبير. فالجميل جدا هو ان المولوع ان الولاعه ترافقوا واحد المرافقه عمريه. راه المولوع ديال 20 عام عنده بعض الممارسات كيديرها وتجوز، السن ديالو كيغفر ليه هذوك الممارسات. 30 عام كذلك، 40 عام كذلك، 50 عام كذلك، 60 عام كذلك، كل اج عنده بعض الامور اللي يمكن ليه يديرها حيت هو هذاك هو مبلغه من التجربه. غادي نتفاهموا عليها، ولكن للاسف كيكون بعض التصادمات ديال الاجيال اللي كتنتج عليها بعض المسائل اللي ما عندنا، نحن في غنى عنها. انا اتكلم على مجتمع ديال هو الطائر الحس، هذا كلام عام. فحاجه اخرى قبل ما نختم هذا الفيديو اللي كان فيديو غير تواصلي ان شاء الله، لانه غادي نحاول انه نبداو بعض اللقاءات ربما اسبوعيه في نطاق الهوايه ديال التلقين، لان بدا الموسم عفوا تعرفوا بان احنا الموالي هو الطائي الحسون، البدايه ديال الموسم هي مارس، احنا كيبدا عندنا العام في مارس، البشر كله كيبدا عنده في جونفي في محرم، حنا داخليا ملي كيجي مارس كتقولها بدا العام، حنا كيبدا عندنا من مارس. علاش؟ لانه فصل الربيع جا، كيدي فصل الربيع كنقولوا قرع الفراخ ديال الطائي الحسون خرجوا للطبيعه، هذيك هي بدايه الموسم. واغتني من الفرصه باش نتمنى لكم موسم موفق، موسم تلقين الحسون موفق. بالنسبه للاخوان ديال التفريغ هما نتمنوا لهم واحد الموسم اللي هو ناجح، ولكن ما تفوتنيش الفرصه الاخوان. غادي نضم صوتي لبعض الاصوات اللي سمعتها خرجت تكلمات، سواء عبر دي فيديو في يوتيوب ولا في الفيسبوك، ينادون ب يعني باب احترام شويه الطبيعه وعدم استنزاف طائر الحسون. فهذه انا كذلك، وتحيه لهم، تحيه لهم لي الناس اللي ولات كتكلم في الحسون انه ولاو كيديروا واحد الحيز من المداخلات ديالو من اجل التحسيس على الخطر المحدق بطائر الحسون. عرفوا هذا الموضوع، هذا موضوع كبير وكبير جدا. تكلمنا فيه بما فيه الكفايه ربما منذ واحد سنتين ولا ثلاثه سنوات، ونحن يعني نخوض في هذا الموضوع. هذه كما قلت انضم صوتي لهاد الاخوان، نصيحه من صديق ديالكم مراد معريف نطاق هوايه تربيه الحسون، انه الاخوان يتكيسوا شويه في الاعداد اللي كيدخلوا باش يديروا ولاد تلقي. الانسان يدخل القياس ديالو، طبيعة الحال اللي غيسمع انسان يدخل القياس ديالو يقول لك هذا داو، كيفاش القياس ديالو؟ انا القياس ديالي 70 قرع، حيد لي من فمي. راه ماشي انت اللي كتحدد القياس ديالك يا اخويا المولوع، ماشي الهوى ديالك اللي كيحدد القياس ديالك في الاعداد اللي كتدخل للتلقين، اللي كيحدد لك القياس ديالك وكنا تكلمنا عليها في احدى الحلقات هو الوكر التغريدي، هو دارك، هو لونفيرونمون فين غتحفظ. فنورمالمون اي مولوع في المحل اللي كيحفظ فيه عنده بعض المواضيع اللي قابله انه يحط فيها الطيور تلقى،
كما كتعرف واحد القضيه انه الانسان حنا الموالي يعني كنبغيو نمشيو، وهذه غادي تتفقوا على جميع الموالي سيرتو الموالي القدام، ملي كتبغي تمشي تشري دار باش غتسكن ولا تمشي تكري دار باش تسكن، غير كتدخل كيحل لك مثلا السمسار ولا مول الدار الباب باش تزور المسكن الجديد ديالك، اول حاجه كتشوف هي واش صالحه بعدا للولاع ولا لا، كتشوف ها هنا اه انا نقدر ندير هذا ندير هذا داك بلاكار مزيان هذا، فهادي هادي نتفاهم هادي عفوا نتفاهموا على هاد المساله هادي هادي فينا حنايا، فاللي كيحكم اللي كيعطينا القياس ديال اللي غندخلو يحفظ هو لونفيرونمون اللي كنخدمو فيه، عندك دار غتستحمل 4 ولا 5 الطيور ندخل 4 5 6 الطيور فقط ونخدم معاهم بطريقة احترافية بطرق هذا وغادي يجيب الله التيسير، لا داعي انه يمشي تشوف قرع جيبو عش جيبو، وحاجة أخرى الأعشاش الإخوان حاولوا تبعدوا شوية على الأعشاش. العش بعدا من ناحيه الولاعيه راه ما خدامش انا ما كيطولش بالشهاده ديال الاخوان جميعا، قليل الطيور ديال العش اللي كتبعدا كتجي واحد اللي كتجي مزيانه وتا لا جا مزيان ما يفرحكش، غيدوز عندك عام عامين كتكون الصحه ديالو شويه متدهوره كيموت ليك، فهذه دعوه نصيحه كنتمنى الاخوان انهم يديروا بها ونتكيسوا شويه على طائر الحسون سيدخل القياس ديالو، فالطائر ولا كاين قرض ما كاينش الطائر الحسون نهائي سالي دخل 5 4 ماكسيموم 5 باش تتعامل معه، راه كتدخل 10 صافي راه تولي كيفاش غدير، دخل واحد العدد 3 4 5 الماكسيموم ولكن خدم معه في مرحله ديال التبجيط المرحله ديال تبجيط الاول تبجيط الثاني المرحله ديال لا كريستاليزاسيون المرحله ديال البلور هذا كلهم مراحل تعيشها مع دوك 5 ديال ما جابش الله هذا العام ام جي ويا غادا باش ويا غادا الاولى حيت حنا مضاربين مع حد ما معافرين مع حد ما والو، غادي تحفظ مع راسك خرجك طوير هو هذا ما خرجك طوير ام جي ما عندناش علاش نتزربوا علاش خصنا نخرجوا هذا العام نخرج الطائر واعر، لا حاول تنمي راسك من ناحيه الولاعه تبحث ولاعه خدامه في دارك واحد القياس اللي هو رزين اللي هو اللي فيه واحد الرشد في العادات والله يسهل على الجميع، ف كنظن غادي نخليكم تحياتي مره اخرى للجميع الاخوان السميح على الغياب، وان شاء الله في الحلقه المقبله نتكلم على موضوع جميل جدا موضوع مهم خاص بالبداية ديال الموسم خاص ب سيرتو الإخوان اللي غادي يدخلوا دابا الطيور، غادي ندير واحد الحلقة نتكلموا فيها نحاولوا نديروا فيها واحد الخلاصة على كيفاش تتعامل مع الطيور الأولى البطن الأول كما نقولوا هادو ديال الفيفري ديال مارس ديال أفريل عندهم واحد التعامل خاص ونحاولوا ان الله يسعفنا الحظ اننا نبقاو مواظبين على السلسله الولائيه، فتحياتي الاخوان وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، السلام عليكم.